لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أهلا بكم أعزائي مستمعي راديو ون سبورت اف ام في كل مكان وحلقة جديدة من ون تو مع سيف زهر. النهاردة الحقيقة يعني لقاء مهم وإيفنت مهم جدا وهو نهائي كأس العالم للأندية ريال مدريد أمام العين الإماراتي. العين الإماراتي مش عمل ماتش ولا عمل مفاجأة، لا عمل بطولة الحقيقة يعني حاجة رائعة، كانت واجهة مشرفة بشكل كبير جدا للرياضة العربية. دايما لما بنتكلم على حد الحقيقة بيبقى عندنا فخر بشكل كبير جدا، سواء دايما في حد عربي أو حد من الأخوة العرب أو أي فريق مصري بيلعب، بتبقى الأمور يعني بالنسبة لنا أمور الحقيقة رائعة جدا. الماتش النهاردة الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق للعين الإماراتي. واحد يقول لي يا عم أنا مالي ومال العين الإماراتي، أنا بشجع ريال مدريد. عين إماراتي إيه؟ ماشي يا عم شجع اللي أنت عايزه، شجع ريال مدريد، شجع برشلونة، بس العين الإماراتي بيلعب مع ريال مدريد. عايز أقول لكم حاجة، مصر نصها بتشجع برشلونة، مصر نصها التاني بتشجع ريال مدريد، ولكن في النهاية لما ليفربول في تشامبيونز ليج لعب الفاينل أمام ريال مدريد، كل مصر محمد صلاح، كل مصر مفيش هزار، فيعني أمور واضحة بالنسبة لنا جدا. القطن الكاميروني هيلعب النهاردة الساعة 4:30 أمام النادي الإسماعيلي، والإسماعيلي رايح بنتيجة 2-0 كسبان، وسليماتا المبروكينا فاسو هيلعب أمام مصر بورسعيدي الساعة 6، ومصر بورسعيدي رايح -2 يعني رايح هو خسران 2-0. يحتاج الإسماعيلي إن هو يحافظ على نتيجته، ويحتاج المصري إن هو يعمل كامباك ويعمل ريمونتادا جديدة ويعود من جديد للقاء. يستطيع المصري مع إيهاب جلال إن هو يعمل كده فأول لقاء وأول مواجهة لإيهاب جلال، والإسماعيلي يستطيع إن هو يحافظ على هدفين ونقطة من أول السطر ويبدأ من جديد. هنشوف النهاردة أكيد مواجهة مختلفة، وهنشوف النهاردة لقاءات أكيد مختلفة. بكرة أيضا النادي الأهلي ونادي الزمالك، الزمالك عنده في الكونفدرالية القطن الشادي، والنادي الأهلي بكرة أيضا عنده لقاء في البطولة. وزي ما رحنا لتشاد وأثيوبيا مع الأهلي والزمالك، نروح كمان للإمارات أبو ظبي على الهواء مباشرة ونشوف النهاردة ماتش العين الإماراتي أمام ريال مدريد. وطبعا زميلنا أحمد أويس موجود هناك. أحمد مساء الخير. ألو مساء الخير أحمد. كابتن سيف ازيك؟ أخبارك إيه؟ وحشني. وأنت والله وحشني، ما بنتكش بقالي أسبوع قاعد بتلف في الاستادات وتتفرج على الماتشات وسايبنا قاعدين في الاستوديو. بكرة معاك يا كابتن سيف إن شاء الله. بكرة إن شاء الله بإذن الله. ماشي، طمني على الوضع عندك. وضع طبعا مدينة أبو ظبي ومدينة العين في احتفالات من يوم الفوز يوم الثلاثة على ريفر بليت. الدنيا هنا على قدم الوساق، شعبية العين هنا هو الفريق رقم واحد، فالبلد كلها هنا مستنية النهاردة إنجاز تاريخي حققه العين للعرب. أحمد معانا ولا قطع؟ طيب نحاول تاني، يجيب أحمد عويس تاني ونتكلم ونطمن على العين الإماراتي مع ريال مدريد. طبعا أكيد أبو ظبي احتفالات كبيرة، العين عنده شعبية كبيرة في الإمارات، بيلعب على أرضه في بلده وسط جمهوره، بيلعب مين؟ بيلعب ريال مدريد. ماتش إيه؟ نهائي كأس القارات، مخرج مين؟ فرقة تقيلة جدا، عامل كل حاجة في الجيم العين الحقيقة، عامل كل حاجة في الجيم. واحد يسألني يقول لي هل النهاردة موقف العين ده ممكن يأثر مع الكرة الإماراتية؟ بشكل كبير جدا هيأثر مع الرياضة الإماراتية كلها، هيأثر مع الكرة الإماراتية وهيفرق معهم بشكل كبير جدا، وهيديهم دفعة ويديهم جماهيرية ويديهم كل حاجة. أحمد رجع لنا تاني، مساء الخير أحمد. مساء الخير يا كابتن سيف. تفضل يا أحمد معاك، سامعك. فبقول لحضرتك إن انتصار تاريخي للعين، ومجمل أحسن الشحات إن شاء الله موجود في التشكيل الأساسي، وربنا يكرمهم ويقدروا على مصر الإنجاز التاريخي بتاعهم. يعني الحقيقة عملوا كل حاجة في الجيم، يعني مش بس ان هم موجودين في كاس العالم للأندية، لا موجودين في كاس العالم للأندية، خرجوا فرق كبيرة، بيلعبوا النهائي، بيلعبوا مع ريال مدريد. قصة احمد تفرق اكيد مع الكرة الإماراتية بشكل كبير. واعتقد يا كابتن سيف ان هم عندهم 5 يناير تبدأ كاس الامم الاسيوية، هتلعب هنا في الامارات، فريق العين فيه 10 لعيبة في تشكيل
في قائمة المنتخب الإماراتي. أعتقد مع رأيكم في السماء قلبين الدفاع وحارس المرمى ويعني في قائمة الأساس المنتخب الإماراتي من فريق العين. فأعتقد أنه ده هيرفع معنوياتهم جدا ويجيهم دفعة كبيرة قبل صداقة أمم آسيا اللي هتبدأ على الأراضي الإماراتية في 5 يناير القادم. حد في اقبال مصري هناك في على البطوله؟ في حد من زملائنا الاعلاميين موجود هناك معاك ولا الدنيا فاضيه؟ لا الوسائل الاعلام ما اعتقد ان انا بس، انما في بعض الضيوف النهارده قابلت استاذ عصام سالم استاذ سامي عبد الفتاح ضيوف معزومين بحضور المباريات، ولكن التغطيه الاعلاميه المصريه قليله جدا. ان احنا بس موجود كصحفي مصري، ولكن الجماهير المصريه طبعا بتتعامل مع الماتش كان الاهلي اللي هيلعب، وجود حسين الشحات مخلي وكان لينا درع في المباراه. فاعتقد انه في مصريين كتير جدا جايين من دبي وجايين من الامارات الاخرى لحضور المباراه. تذاكر هنا بتفكرني بنشاطنا بقى، يعني عارف انت لما نقعد طول النهار عايز تذاكر، طول النهار بندور على تذاكر. التذاكر نفذت بعد نهايه الوقت ريفر بليت بربع ساعه، واللي كانت موجوده لحد المباراه نفسها كانت موجوده بكثره، لكن بعد ربع ساعه من وصول العين النهائي ال 65,000 تذكره تعلى اساسيا لملعب زايد الكبير في مدينه زايد الرياضيه نفذت تماما. حسين الشحات موضوع الاهلي مستمر ولا الامور ايه؟ طب هو انا على ذكر حسين الشحات، انت ممكن تاخد كل معلومات حسين الشحات من محمد الشحات مدير اعمال كابتن حسين وشقيقه معاك يا كابتن سيف على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام محمد، مساء الخير، ازيك؟ ازيك؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله والله رب العالمين. مبروك الحقيقه لحسين واداء مشرف ومشرف مصر كلها. الله يبارك فيك يا ربنا يخليك يا رب. ربنا يكرمه ان شاء الله باذن الله ووفقه دايما. مكمل في العين ولا جاي الاهلي؟ والله لحد دلوقتي مكمل في العين. مكمل في العين. هل حابب ان هو يكون الموسم الجاي كمان هناك؟ هل في تفاوض اتفتح مع الاهلي فعلا؟ هل الامور الماليه ممكن تكون عقبه؟ والله يا كابتن ولا فيش اي حاجه اتفتحت، مش حاجه اتفتحت لحد دلوقتي، مفيش اي حاجه. طب هو حابب ايه يا محمد؟ يعني هو حابب يكمل التجربه مع العين ولا حابب يكون موجود ولا هو لسه ما حددش؟ والله يا كابتن هو لحد دلوقتي هو زي ما انت شايف الحمد لله ماشي بخطه كويسه مع العين، والناس هنا الحمد لله بتحبه، والناس قاعده تتفرج فيه بالساهل. يعني هو فاضل برضه لان جابتي اللي يحفظ عليه، لكن يعني الناس هنا الحمد لله حباه وحابه، يعني فاهم، هو الحمد لله ماشي كويس مع الناس كل ربنا كاتب له. والله كابتن هيشوفه ان شاء الله ان شاء الله. ممكن ياخد قرار النهائي امتى محمد؟ والله يا كابتن بعد البطوله ان شاء الله باذن الله. بعد البطوله كل التوفيق ليه بقى في العين في الاهلي، جاي له حاجه بره ان شاء الله باذن الله. يفضل حسين يتالق كده ويفضل مشرفنا دايما ان شاء الله. كابتن بشكرك يا محمد، اكلم احمد بعد اذنك. ربنا يخليك كابتن سيف. احمد توقعاتك حسين الشحات فين؟ انفراد على هوا كابتن سيف. ابدا قول لي. بص يا كابتن سيف خلينا بس عشان نحسم، ومحمد قاعد جنبي نحسم موقف حسين الشحات. حسين الشحات لن يلعب في مصر الا للاهلي، ده كلام منتهي. الاهلي قدر يتفق ويوصل لاتفاق لمقابل مادي مع العين الاماراتي، حسين الشحات في الاهلي. الاهلي ما قدرش يوصل، حسين الشحات هو رقم واحد في اجانب العين الاماراتي بره الشوتاني الياباني، لان الشوتاني الياباني مقيد بالامر عشان لوائح الاتحاد الاسيوي بتجبر اللعيبه الانديه الاسيويه لازم يكون عنده لاعب اسيوي محترف عشان يلعب في بطولات اسيا. ده ملخص موضوع حسين، لان انا بسمع كلام كتير جدا عن حسين وانضمامه ورايح فين ومين قدم عرض ومين ما قدمش عرض. ده ملخص الموضوع. حسين الشحات في الاهلي ولا يقدر يخلصه من العين. غير كده حسين مكمل مع العين المراتي. ده يعني عشان بس نقفل الكلام الكتير قوي حوالين حسين. لازم حسين النهارده في مكان الحياه لازم كلنا نقف جنبه ونشجعه. هو اول لاعب مصري يلعب نهائي لبطوله فيفا في التاريخ. فدي حاجه. وطبعا في يحيى نادر اللي هو اللاعب اللي على دكه البدلاء، ولكن طبعا حسين هو نجمنا اللي بيشارك، هو الاساسي واللي حصل على جائزه احسن لاعب. فهو ده الملخص بتاع القصه كلها. هو حابب يبقى فين بقى؟ ايه؟ هو تفتكر حابب يبقى فين؟ يعني لو الفلوس هنا وهنا. حابب في الاهلي. حابب يبقى فين؟ حابب في الاهلي. رغبته الاولى وحسين اعلن ده اكثر مره كابتن. يعني هو حسين مش مخبي ده، لا حسين مخبي ده ولا محمد اخوه مخبي ده، حسين اهلاوي وهو الراجل عايز يلعب في الاهلي. وقبل ما يروح العين كان عنده عروض من انديه اخرى ورفضها. يعني مش عيب.
في احتراف وممكن ناس تقول ده غلط في الاحتراف، ولكن في ناس بتحب حبه نادي وعايزه تلعب فيه. يعني فرانسيسكو توتي الاعظم في تاريخ الكره الايطاليه قعد في روما من اول وجديد لحد ما بطل لانه بيحب روما. صح، ما نقدرش نقوله اكتر من ده يعني. طبعا ابو ظبي برضو بلد جميله الحقيقه. طبعا كل ما انزل اللوبي بتاع الاوتيل ابص عليك كابتن سيف ما لقيتش ازعل جدا والله العظيم، اذا كان انا وانا بكلمك زعلان ومنفسن عليك جدا. طيب ما جيتش ليه يعني؟ كان لازم تيجي كابتن سيف، كابتن حازم يعني بالشرطات وبتاع يعني. والله العظيم كنا هنعمل جو جامد جدا، بس للاسف ما فيش وقت يا حماده. هنعمل ايه؟ مفيش وقت. طب يعني نيجي فاشيا ان شاء الله باذن الله. مش هنسيبك بعد كده يا احمد، ما تقلقش تلاقينا هناك ان شاء الله. حبيبي احمد ربنا يكرمك، ترجع بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله مساك كابتن سيف، وان شاء الله خير، وربنا يكرمنا النهارده باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ماشي احمد، بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا احمد عويس من الامارات ابو ظبي، ومباراه نهائيه العين وريال مدريد. كله النهارده اكيد بيشجع حسين الشحات، كله النهارده خلف حسين الشحات، وكل التوفيق ليه. اول لاعب مصري النهارده يخوض نهائي بطوله كاس العالم للانديه. فاصل ثم بعد الفاصل نعود من جديد. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.